عايز اقول لك حاجه مهمه، يعني انت عارف جمهور الاهلي لا يقبل ابدا الخساره، يعني لو السماء انطبقت فوق الارض لا يقبل الخساره، وبالتاكيد هو غير قابل خساره السوبر، لكنه بحس انه ايه يعني متعاطف معاك جدا، انك كنت لعيب في نادي الزمالك ولعيب في نادي الاسماعيلي والاثنين من اكبر المنافسين للنادي الاهلي، طبعا حرس الحدود قصه تانية، لكن بتشعر انه الاهلاوي يقول لك ايه بس برضه باسيوني يستاهل، يعني في حاله كده حسيتها من جماهير النادي الاهلي مع عبد الحميد باسيوني. والله يا كابتن هو ده اللي حصل بالفعل. صحيح. في كل مقابلاتي وفي كل وجودي في اي مكان. نعم. يعني الناس يعني مثلا الاهلاوي يقول لي انا زعلان ان انا خسرت البطوله بس فرحان عشانك وعشان طلع الجيش. لان البيت الواحد يا كابتن فيه كتير. صحيح. يعني البيت الواحد فيه الزملكاوي فيه الاهلاوي طبعًا. والبيوت كلها موجود فيها وفيها. فبالتالي يا كابتن فعلا فعلا الاحساس ده انا حسيته من كل الناس اللي انا بتعامل معاها. احنا كلهم بنقابل ناس يا كابتن، لان انت بصراحه لما بتطلع في البرامج غير مستفز، لا يا كابتن، ومحترم وبتدي لكل نادي حقه وبتكلم باحترام شديد جدا على النادي الاهلي. انا مؤمن يا كابتن بحاجه ان الرياضي هو ملك الناس كلها. طيب. مش ملك فئه معينه. نعم. اي نعم انا بقاتل على حظوظ فريقي وانا بلبس تيشيرت الفريق بتاعي وقاتل عليه في خلال 90 دقيقه. واكبر دليل يا كابتن مباراه السوبر. مباراه السوبر يا كابتن تمت 120 دقيقة لم يحصل أي لاعب في الفريقين غير على إنذار وحيد. نعم. ده دليل يا كابتن إن إحنا بنلعبها بشفافية ونظافة. ده صحيح. ومش وهي دي الرياضة يا كابتن عموما اللي أنا اتربيت عليها. إن أنا كابتن لازم أحترم كل الأندية بنفس القدر من الإحترام. يمكن لو أنت شفته إحنا في تسليم الميداليات يا كابتن، الكابتن خطيب حضني. حصل. يعني الكابتن خطيب بيسلم كده علشان خاطر، انما انا بينه وبينه ود كبير طبعا، لان زي ما بقول لك علاقتي بكل الناس طيبه يا كابتن الحمد لله، سواء كانوا اهلاويه او كانوا زملكاويه او بمختلف انتماءات الانديه، لان في الاول وفي الاخر انا رياضي. الرياضي النهائي كان اصعب لك قدام الاهلي ولا الزمالك؟ فيه يا كابتن، لا طبعا الاهلي يا كابتن. ليه؟ ليه؟ لان الاهلي خسران بطوله الدوري. حابب ان هو يحقق بطوله ترضي جماهيره وفي بدايه موسم، فكان صعب جدا ان انت تقابل اهلي في وهو في كامل جاهزيته. نعم. عنده عدد من اللعيبه عناصرها كتير جدا، وانت لم تكن مكتمل العدد ولم تكن جاهز فنيا وبدنيا للامام. عملت علشان كده لقطه كابتن خطيب مع كابتن عبد الحميد باسوني ساعة تسليم الكاس طبعا على ظهرك طبعا، حاجة يعني محترمة جدا.